مساء الخير. مع 8 أيام فاصلة عن مغادرة رئيس الجمهورية قصر بعبدة قبل يوم من انتهاء ولايته الرئاسية، يتحضر الأسبوع الطالع لسلسلة استحقاقات، وقد شهدت الساعات الماضية معلومات مغلوطة عن عزم رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة بحسب بيان صادر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، الذي نفى نفيا قاطعا هذه المعلومات، مؤكدا أن لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلة، وهي تندرج في إطار التشويش المتعمد والإساءة الممنهجة لموقع الرئاسة وشخص الرئيس. وفي انتظار الوصول إلى الأمتار الأخيرة لتأليف حكومة من عدمه، وسط استمرار الجولات المكوكية للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، تزامنا مع سعي حزب الله لاستيلاد حكومة قبل حصول الشغور الرئاسي، تبقى العين على الجلسة الرابعة لانتخاب رئيس التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري عند 11 من قبل ظهر الغد، وسط استمرار التشاور بين الكتل حتى ربع الساعة الأخير من انعقادها، فيما أكد الرئيس بري أنه لن يقف مكتوف اليدين رئاسيا، وسيسعى بعد انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس إلى استمزاج آراء الكتل النيابية وقادة الأحزاب حول الدعوة لحوار مفتوح، في وقت أشار إلى أنه لا يتدخل حكوميا. واليوم وجه البطريرك الماروني في عظة الأحد رسالة نارية إلى نواب الأمة قائلا: أصبحنا في ذروة الخيانة الوطنية، وجلسات انتخاب رئيس الجمهورية باتت مسرحية لا تخلو من المزاجية. أما كل تلك المواقف فهي زامنت مرور 33 عاما على ولادة اتفاق الطائف، فيما بقي السؤال الأهم: ماذا بقي منه أو ماذا طبق منه؟ وإلى مسار الترسيم البحري الذي تعددت اتجاهاته من إسرائيل إلى سوريا فقبرص، فقد جاء إعلان المحكمة العليا الإسرائيلية التي رفضت بالإجماع الالتماسات ضد التفاهم على ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، لتمنح الضوء الأخضر لحكومة يائير لابيد بتوقيع التفاهم مع لبنان. إذن صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي: تتنقل وسائل إعلامية منذ أيام معلومات مغلوطة عن عزم رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة، وتبنى على هذه المعلومات المختلقة تحليلات حول خطوات أخرى يعتزم الرئيس عون القيام بها. إن مكتب الإعلام إذ ينفي نفيا قاطعا هذه المعلومات، يؤكد أن لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلة، وهي تندرج في إطار التشويش المتعمد والإساءة الممنهجة لموقع الرئاسة وشخص الرئيس. ويجدد المكتب الدعوة إلى وسائل الإعلام العودة إليه لاستضاح كل ما يتعلق بمواقف رئيس الجمهورية، لألا تقع ضحية أكاذيب وأضاليل تكثر في مثل هذه المواسم السياسية التي تعيشها البلاد حاليا. بيروت تنتظر زيارة هوبشتاين الأسبوع المقبل، والمحكمة العليا الإسرائيلية ترفض بالإجماع الالتماسات ضد تفاهم ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين إسرائيل ولبنان. تسارعت التطورات على مسارات الترسيم البحري للحدود البحرية اللبنانية جنوبا، فيما ينتظر وصول الوسيط الرئاسي الأمريكي أموس هوكشتاين إلى بيروت منتصف الأسبوع المقبل في إطار إنجاز المرحلة النهائية للتوقيع على وثيقة اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وعلى هذا المسار قال وزير الحرب الإسرائيلي بيني جانتس أن الأحد أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي برفض الالتماس ضد الاتفاق بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان سيسمح لتل أبيب بالمضي قدما في الاتفاق المهم. وفي تصريح له اعتبر أن الاتفاق بشأن الحدود البحرية له تداعيات سياسية واقتصادية إيجابية على المنطقة بأسرها. أما بالنسبة للحدود البحرية بين لبنان وسوريا فالأنظار تتجه إلى تشكيل وفدين من البلدين بعد اتصال رئيس الجمهورية بنظيره السوري واستعداد الرئيس الأسد لهذا الأمر،
أما على المسار القبرصي فقد أرسلت الحكومة القبرصية كتابا عبر سفارتها في بيروت إلى الخارجية اللبنانية رحبت فيه بالاتفاق بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البحرية، وأبدت رغبتها بإجراء مشاورات مع لبنان لمعالجة تأثير اتفاق الترسيم مع إسرائيل على الحدود البحرية بين قبرص ولبنان. وطلبت الحكومة ترتيب لقاء لوفد قبرصي يزور بيروت مع كل من نائب رئيس مجلس النواب الياس صعب ووزير الخارجية عبد الله أبو حبيب ووزير الطاقة وليد فياض لهذا الغرض. بعد تخطي الدولار عتبت 40,000 اليوم الأحد، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامي في بيان أنه بناء على المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف سيقوم مصرف لبنان ومن خلال منصة صيرفة ببيع الدولار الأمريكي حصرا ابتداء من يوم الثلاثاء القادم، علما أنه لن يكون شاريا للدولار عبر منصة صيرفة من حينه وإلى إشعار آخر. وأكد سلامي استمرار العمل بالتعميم 161 المرتبط بدفع رواتب القطاع العام بالدولار الأمريكي، معلنا استمرار سحوبات $400 لأصحاب الحسابات المصرفية. وأضاف كذلك فإن العمل مستمر بالتعميمين 151 و158 وأيضا سيتم الدفع بالدولار الأمريكي. تجدر الإشارة إلى تراجع الدولار في السوق السوداء بعد إصدار قرار مصرف لبنان إلى ما يقارب 36,000. كشف رئيس المجلس النيابي نبيه بري كما نقل عنه زواره عن أنه لن يقف مكتوف اليدين إذا استمرار تعثر انتخاب رئيس الجمهورية، لأن البلد لم يعد يحتمل عدم انتظام المؤسسات الدستورية. وأكد الرئيس بري أنه سيسعى بعد انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس إلى استمزاج أراء الكتل النيابية وقادة الأحزاب حول الدعوة لحوار مفتوح يراد منه تعبيد الطريق لتكون سالكة لانتخاب الرئيس لقطع طريق على تمديد مفتوح للشغل الرئاسي. وبالنسبة إلى تشكيل الحكومة أكد بري أنه لا يتدخل من قريب أو بعيد في تشكيلها وأنه يواكب عن كثب ما آلت إليه المشاورات حتى الساعة في هذا الخصوص. في رسالة نارية خلال قداس الأحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي أننا أصبحنا في ذروة الفساد السياسي الأكثر شرا من الفساد المالي وأسرنا في واحة الخيانة الوطنية، سائلا هل من خيانة تجاه الوطن أكثر تعطيلا من تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية؟ فيا أيها السادة النواب والكتل النيابية، من ندي معكم الذين تتكلمون وتعملون من أجل الشغور أو الفراغ في سدة الرئاسة، قولوا لنا من أين تستنبطون هذا الحق وتبررون مخالفتكم الخطيرة والسافرة للدستور؟ هل نيابتكم وكتلكم وجدت للتعطيل؟ من يدقق في تحركات عدد من النواب أثناء الجلسات النيابية الأخيرة يكتشف فورا أنهم في مسرحية لا تخلو من المزاجية عوض أن يكونوا في احتفال سعيد يقدمون من خلاله للبنان رئيسا مقبولا من اللبنانيين بعد طول أحزان وأزمات. لقد أصبحنا أيها الإخوة والأخوات في ذروة الفساد السياسي الأكثر شرا من الفساد المالي، وصرنا في واحة الخيانة الوطنية. فهل من خيانة تجاه الوطن أكثر تعطيلا من تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية؟ وهل من طريق مصوب نحو انقسام الوطن أكثر من الشغور الرئاسي؟ فكيف وبأي حق أيها السادة النواب والكتل النيابية
تبددون الوزنات الخمس التي ائتمنكم عليها الشعب اللبناني بموجب مقدمة الدستور. أتدركون أن السير نحو الشهور الرئاسي يتم فيما تسعى بعض الدول إلى تغيير وجه لبنان ودوره وصيغته وهويته من دون الرجوع إلى الشعب اللبناني ولا إلى مرجعياته؟ نحن دعونا إلى مؤتمر خاص من أجل تطبيق اتفاق الطائف نصا وروحا وسد الثغرات الناتجة في الدستور وتصحيح اختلال النظام الديمقراطي في ممارسة الحكم وإعلان المحافظة على حياد لبنان وتحييده وإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين. متروبوليت بيروت وتوابعها لروم الأرثوذكس المطراني السعودي وخلال خدمة القداس في كاتدرائية القديس جورجيوس سأل ماذا يمنع انتظام الحياة الديمقراطية وسيادة الدستور على الحياة السياسية وتداول السلطة في الأوقات المحددة دون خضات أو تأخير أو تعطيل، وأسف المطران عوضي للتسليم بالفراغ داعيا إلى التحرر من كل أنواع الشياطين التي قد تجتهد في استعبادنا. ماذا يمنع انتظام الحياة الديمقراطية وسيادة الدستور على الحياة السياسية وتداول السلطة في الأوقات المحددة دون خضات أو تأخير أو تعطيل؟ وكيف يوضع حد لقصر نظر الطبقة السياسية والتفاتها إلى مصالحها وإلى مستقبلها السياسي عوض التفكير بمستقبل البلد وأبنائه؟ مؤسف التسليم بالفراغ والتهديد بما هو أبعد من الفوضى الدستورية والاجتماعية، وكأن هذه الفوضى ستطال فئة دون أخرى أو ستؤذي مصالح فئة دون أخرى. أليست الفوضى كارثة على كل البلاد وعلى كل المواطنين؟ وماذا نجني من الفوضى سوى المزيد من الفقر والجوع والبؤس واليأس والخراب؟ لذلك تقع على النواب مسؤولية كبيرة إن أحجموا عن القيام بها، يكونون كمن ينحر وطنه، وإن كانوا واعين خطورة الوضع فليغلقوا على أنفسهم في قاعة المجلس ولا يخرج منها قبل انتخاب رئيس. اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن البلد بمأزق سرطاني وتفريغ المؤسسات الدستورية انتحار وانتخاب رئيس جمهورية ضامن للمصالح الوطنية ضرورة إنقاذية للبنان، والحل يجب أن يكون عبر مطبخ المجلس النيابي، والبلد لا يحتمل كتلا نيابية صماء، فلبنان بمأزق تاريخي ويحتاج إلى خيارات نيابية تاريخية والوقوف بنصف الطريق انتحار. وأشار قبلان في تصريح إلى أن البلد بظروفه الحالية يكفيه الطائف ولا يحتاج إلى طائف جديد. شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ دكتور سامي أبو المنى جال في قرى شوفية معتبرا أن احترام القانون والدستور مدخل لإنقاذ الوطن.
دعا شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى إلى مواجهة التحديات الراهنة بالوحدة الوطنية وجمع الشمل الداخلي ووحدة الصف لتجاوز الصعوبات التي أنهكت بلدنا، مشددا على احترام القوانين الدستورية لإنجاز الاستحقاقات المطلوبة. كلام الشيخ أبي المنى جاء خلال جولة شوفية كانت له فيها محطات ولقاءات مع مشايخ وفعاليات وأهال، واستهلها من بلدة كفر نبرغ ثم كانت محطة في بقعة الشوف إلى بلدة عمطور، ليتوجه بعدها إلى بلدة باتر حيث أقيم له استقبال كبير من المشايخ والأهالي وفعاليات. أن نثبت وجودنا وتجدرنا في هذه الأرض، ثباتنا في الأرض يعني ثباتنا في الوطن، أن نتمسك بوطننا فندافع عليه ونكون شركاء حقيقيين في هذا الوطن في بنائه، فنواجه مع أخوتنا في الوطنية في العيش الواحد، نواجه التحديات بصلابة وثقة وقوة. بعد ذلك شارك شيخ العقل في لقاء ديني موسع في البلدة. رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع رأى أن فريق الممانعة يدعي أنه لا يريد الوصول إلى الفراغ، في حين أن نوابه ينسحبون قبل الدورة الثانية من كل جلسة انتخابات، الأمر الذي يفقد الجلسة نصابها، سائلا كيف لهذا الفريق أن يكون ضد الفراغ ويعمد إلى تعطيل الانتخابات. رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع رأى أن أطرف ما في الانتخابات الرئاسية هو أن جميع الكتل والنواب يدعون أنهم لا يقبلون الفراغ ويشددون على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، في حين أن ما يقومون به لا ينطبق أبدا مع ادعاءاتهم، مجددا دعوة نواب 22 إلى العودة إلى ضميرهم والتفكير مليا وعمليا بما يجب عليهم القيام به. كلام جعجع جاء خلال لقائه وفدا من طلاب القوات اللبنانية في الجامعة اليسوعية في المقر العام للحزب في معراب. فإذا أخي كيف بدك ما بدك فراغ رئاسي وكيف عم تعطل بكل جلسة من الجلسات النصاب؟ وبالتالي هو جماعة تحصيل حاصل. على القليل يقول انه ايه انا بدي الفراغ الرئاسي لانه هلأ ماني جاهز وما عندي مرشح قادر اجمع جماعتي عليه. قول هيك يعني بتكون اصدق مع الناس واصدق مع حالك. نحن هلأ بعد في عمليا جمعة لنهاية الولاية. ما بتصور حدا زعلان؟ ما بتصور. بعد في جمعة لنهاية الولاية ما هيك؟ يعني عمليا بعد عنا يا جلسي يا جلسين لمجلس النواب. تعرفوا القول العربي؟ قال له كيف إن ولادك؟ قال له خي حنا قدام عيونك، وقال له هيدا الكردي وهذا الحيط، خي شوف شو بدك تعمل. طيب كل 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 المعطيات رئاسة الجمهورية صارت واضحة قدام الكل بالوقت الحاضر، إيه ولا لا؟ في شيء هلا مخفي بعده؟ محور الممانعة ما بده يصوت لأنهم مش قادرين يجمعوا حالهم على مرشح. وبما يتعلق بالمحور الآخر، في 44 واحد لحد هلا، يمكن يزيدوا كمان، في 44 واحد لحديت هلا اوكي اجمعوا على انه ميشيل معوض شخص منيح ممكن يؤدي دور رئيس القادم للبنان ويقوم بلش يقوم بعمليه الانقاذ المطلوبه، ايه ولا لا؟ طيب يا شباب هال 22 انتم اللي مرت الماضي حرقتوا اصواتكم، شو بدكم تعملوا؟ ما انتم بدكم تحددوا شو بدكم تعملوا. رئيس خارج الاستفافات يعني رئيس ما عنده راي باي شيء مطروح بالبلد، ولا كيف خارج الاستفافات؟ لانه كل راي مطروح، كل مشروع مطروح، في ناس مصطفين حول منه. جعجع أكد أننا وصلنا إلى ساعة الحقيقة، وعلى كل فرد منا أن يرى عمليا ما يجب القيام به، وليس أن نعمد إلى إطلاق النظريات طيلة الوقت. أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قووق أن لبنان على أعتاب انتصار وطني تاريخي واستراتيجي بتحقيق جميع المطالب اللبنانية في المنطقة الاقتصادية الخالصة. وقال من بلدة عيت الشعب أن التدخلات من السفارتين الأمريكية والسعودية أعطت نتيجة واحدة، وهي المزيد من التعقيد والتعطيل لمسار انتخاب رئيس الجمهورية. التدخلات من السفارتين الأمريكية والسعودية أعطت نتيجة واحدة، المزيد من التعقيد والتعطيل لمسار انتخاب رئيس الجمهورية. النشرة مستمرة بعد الفاصل.
أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته عن حالات الكوليرا في لبنان تسجيل 12 إصابة جديدة في الساعات 24 الماضية، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 239. كما تم تسجيل 3 حالات وفاة، رفعت العدد التراكمي للوفيات إلى 10. ونشرت وزارة الصحة خريطة تظهر عدد الإصابات الموزعة على البلدات والقرى اللبنانية. الأبيض يجول في عرسال الاطلاع ميدانيا على الوضع الوبائي للكوليرا والإجراءات لمنع التفشي. جال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف العمل دكتور فراس الأبيض في بلدة عرسال ضمن زيارة إلى محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل. رافقه وفد من المنظمات الدولية للاطلاع ميدانيا على الوضع الوبائي والإجراءات المتخذة للاستجابة لتفشي الكوليرا في المحافظتين. المحطة الأولى كانت في مركز الإيمان للرعاية الصحية الأولية، ومن ثم محطة تكرير المياه الممولة من صندوق التنمية القطري. بعدها عقد الوزير الأبيض مؤتمرا صحفيا أكد فيه أن أعداد الإصابات في عرسال ما زالت قليلة، والمشاريع التي نزورها اليوم بالتعاون مع شركائنا تهدف للمعالجة السريعة وكي لا يكون المريض بحاجة للاستشفاء، والرسالة التي نوجهها هي الوقاية ثم الوقاية. نحن كلياتنا بنعرف أنه موضوع تأمين المياه السليمة إن كان للشرب أو للاستعمال هو من أهم الأمور اللي ممكن نعملها بمحاربة انتشار وباء الكوليرا. نحن هذا الموضوع يعني أمر جيد حقيقة هالمشاريع هيدي، ونحن بهمنا أنه نحن حاليا لا زال عدد الإصابات بمنطقة عرسال والبقاع اللي عم تحتاج تفوت على المستشفيات قليل، هيدا لعدة أسباب. هالمشاريع اللي نحن عم نزورها هلأ واحدة من هالأسباب، والأسباب الأخرى كذلك إلى علاقة بالتجاوب السريع اللي عم بيقوموه في شركائنا من ريليف، من اليونيسف، ومن الوش وغيرها، واليونيسيار بموضوع يعني الزيارات الميدانية وبدء العلاج سريعا لأي حالة مشتبه فيها من ORS وغيرها، لحتى نحن ما نتأخر بالعلاج ويصير المريض بحاجة للاستشفاء. المحطة الثانية كانت في مركز الرعاية الصحية الأولية في عرسال، حيث أكد الأبيض أن الموضوع الأساسي هو المستشفى الميداني، لأن منطقة عرسال مع الكثافة السكانية الموجودة فيها ما زالت تفتقر إلى مستشفى. مؤتمر لنقابة صيادلة لبنان حول الحصانة المهنية تحت عنوان بين الالتزام والعدالة. دعما لحصانة الجسم الطبي في لبنان، خصصت نقابة الصيادلة مؤتمرا بعنوان الالتزام والعدالة. جمع المعنيين من نقابات وقضاة وبرلمانيين في محاولة لتأكيد وجوب حصول الصيدلي على الحصانة. فأوضح نقيب الصيادلة جوسلوم أنه حصل على وعود وضمانات من داخل المجلس النيابي لحماية الصيدلي بشكل قانوني. نحن لا نريد الحصانة للهروب من القوانين، نحن نريد الحصانة لتدعيم القوانين، ولتكون الحصانة المدخل إلى كشف الحقيقة والمحاسبة الحقيقية. تحصين العدالة والمساعدة للوصول إلى العدالة والمحاسبة، وما يكون في خيمة فراس حدان. تعديل أصول الملاحقات ووجود أخصائيين عند تنفيذ الملاحقات ومواكبة النقابة. النقابة هي بمثابة محكمة بداية، ولو ما المشترع ما كان بنيته أن النقابة تكون حاضرة وكل نقابات المهن الحرة في الملاحقات والمتابعات وأخذ إذن للملاحقات، ما كان اعتبرها محكمة بداية. نحن اخذين وعود وضمانات أنه رح نروح بورشة عمل داخل المجلس النيابي وبمواكبة الأصدقاء النواب والقضاة الموجودين هون، وبدعم من نقباء المهن الحرة واللي كان لنا صولات وجولات معهم، رح نوصل إن الله راد للحصانة المنشودة. بدي أشكر الإعلام الصديق الدائم لنا لإظهار الحقائق، وخاصة تيلي ليبان بشخص رئيسة مجلس إدارته دكتور مدام فيليان لوبوس على النقل المباشر لكل المؤتمر.
نقيب الأطباء يوسف بخاش في كلمة ألقاها دكتور بول معربس رفض استجواب الأطباء وملاحقتهم جزائيا، معتبرا أن النقابة لديها مجلس تأديبي يتكفل بملاحقة الأطباء. نقيب المحامي في بيروت نادر كاسبار أوضح أن المحامي من دون حصانة لا يستطيع المرافعة، متحدثا عن مفهوم الملاحقة الجزائية. رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ممثلا بالقاضي نسيب إليا اعتبر أن القانون 367/94 لم يذكر النصوص حول اللجنة التأديبية، داعيا إلى تأسيس لجنة تحقيق تعنى بملاحقة المعتدين على مهنة الصيادلة وغيرها. أما النائب جورج عقيس فقال يجب انتخاب أعضاء اللجنة التأديبية وفق معايير الخبرة والسلوكيات، لا أن يتم تعيينهم من النقابة مطالبا بقضاء مستقل. النائب فادي علام لفت إلى ضرورة تعديل النصوص القانونية للمحاسبة والعمل على تدريب المراقبين على عملهم. النائب بلال عبدالله أسف لعدم وجود نيابة عامة صحية متخصصة بشق التوقيفات والمداهمات، فيما اعتبر النائب غسان حصباني أنه على الصيدلي من خلال لجنة التحقيق مواكبة كل التوقيفات في الملفات الصحية ولا سيما الدواء للبت بالموضوع من دون أي خلل بالمعرفة. أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه في بيان أنه بتاريخ 23/10/2022 أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز الهرمل سوريين فيما كان يستقلان سيارة مسروقة عائدة للمعاون الأول المتقاعد من الجيش ميم باء الذي يعمل كسائق عمومي، وكان الموقوفان قد طلبا من المعاون الأول نقلهما من الدكوين إلى الشمال فأقدما على طعنه عدة مرات وعلى رميه من السيارة إلى جانب الطريق العام في منطقة الهري، وقد نقل إلى إحدى مستشفيات المنطقة للمعالجة، وقد بشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. جل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب على رأس وفد من لجنة اللقاء التشاوري الوطني لعشائر وعائلات بعلبك الهرمل وممثلين عن قيادتي حزب الله وحركة أمل على عائلتي الشرف والعمار في بلدة مشغرة في مسعى لتهدئة النفوس وحقن الدماء وضبط الأوضاع التي حصلت في الأونة الأخيرة وتسببت بوقوع ضحايا. وقد حصل الشيخ الخطيب واللجنة المكلفة تفويضا ببدء مساعي الحال، حيث عقدت اللجنة اجتماعا سريعا بعد الزيارات وتم وضع التصور الأولي لمسار الحل. مستشار وزير الإعلام مصباح العلي من طرابلس: الشمال سيحتضن الإعلام اللبناني في يوم الصحافة الوطني. في إطار التحضير لليوم الوطني للإعلام اللبناني بتاريخ 29 تشرين الأول الجاري على تلة الميرادور في جبل تربل، وبلفتة من وزير الإعلام بتنظيم هذا اليوم الوطني في الشمال بالشراكة مع جامعة الدول العربية ومشروع ميرادور السياحي، جال مصباح العلي مستشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري على نواب وفاعليات طرابلس، فالتقى النائب جميل عبود الذي رحب بالتعاون مع مشروع الميرادور بهدف إظهار معالم الشمال المتعددة. هذا يوم وطني بامتياز، وهو نتاج تعاون بين وزارة الإعلام ومشروع الميرادور السياحي وجامعة الدول العربية ومحمية حرش أهدن، وهي الجامعة بتعبر عن حقيقة الشمال الوطنية اللي حيتنظم السبت الجاي، واللي هو نتاج تعاون إعلامي أهلي على محلي. هيجتمع كل إعلامية لبنان فوق تلة الميرادور ويزرعوا غابة الصحافة بالإضافة لتثبيت صخرة الوطنية ورفع علم ضخم في سماء الشمال. المستشار مصباح العلي انتقل إلى دارة النائب كريم كبارة الذي اعتبر أن تلة الميرادور ستصبح قبلة الإعلام اللبناني. اليوم لازم يصير في تعاون على نقطتين. النقطة الأولى هي أنه نتعاون نحن وأنتو على أنه نوصل صوت الناس ومعاناة الناس، والنقطة الثانية هي وطبعا هي نقطة مهمة أنه نرجع الصورة الحلوة لطرابلس وللشمال.
أما النائب إيهاب مطر فأشهد بالمشروع، بالمقابل أبدى العلي استعداد وزارة الإعلام التشبيك مع الجهات المحلية والأهلية في سبيل تنفيذ مشاريع إنمائية والاهتمام بشؤون المنطقة. النائب طه ناجي أكد أن إقامة غابة الصحافة اللبنانية على تلة البلادور في جبل تربل وسط الشمال بمثابة إنجاز حقيقي نفتخر بتحقيقه. هذا المشروع والفكرة اللي عاملها هيدي إجت بوقت نحن بأشد الحاجة لبارقة أمل. نحن ننتظر بارقة أمل لأننا نعيش اليوم ببحر من الصعوبات. هيدا المشروع كل ما قطع عليه العمر كل ما بيجوهر أكثر، كل ما بيزداد صلابة، كل ما بيزداد هيك زهو. المستشار مصباح العلي التقى رئيس الرابطة الثقافية في طرابلس رامز الفري. المرة الأولى منحس أن وزارة الإعلام ووزير الإعلام والقيمين على هيدي الوزارة عم يهتموا بالشمال، عم يهتموا بطرابلس وهني هيك، وعم يعملوا هيك يعني خطوة إيجابية تجاه المنطقة وتجاه الإعلاميين الشماليين بشكل أساسي. هالخلطة اللي هي مزيج من هالمؤسسات هي كلها سوا أنتجت نشاط فعلا يعني بيرفع الراس، واللي بيرفع الراس أكثر هو إقبال الإعلاميين نتيجة محبتهم، أقبال الإعلاميين بأنهم يجوا على الشمال. العلي زار نائب نقيب المحررين غسان ريفي في مكتب السفير الذي اعتبر أن المشروع بمثابة تكريم للصحفيين الحاليين والراحلين. أنا بشعر بكثير من الرضا بهيدا المشروع. ما كنت أتصور بعمري وأنا اللي صري أكثر من 30 سنة بهيدي المهنة أنه يكون في مشروع بوزارة الإعلام يخليني أزرع شجرة باسمي بغابة اسمها غابة الصحافة. عقد نواب طرابلس اجتماعا استثنائيا لمتابعة قضية جبل النفايات والمسلخ الجديد في مكتب النائب الدكتور طه ناجي في حضور عدد من الخبراء المعنيين. وقد استمع النواب إلى آراء الخبراء حول المسلخ الجديد المزمع إقامة قرب مكب النفايات بطرابلس، وأجمعوا على أن دراسة الأثر البيئي الموضوع للمسلخ تؤكد عدم وجود أي مشكلة صحية أو بيئية ببناء المسلخ في المكان المقترح، وأن بناءه مستوف لكل الشروط الصحية العالمية، وأنه يراعي أعلى المواصفات المطلوبة بتكنولوجيا حديثة جدا تمنع دخول البكتيريا والروائح إليه. وأعرب الخبراء للنواب عن خشيتهم بأنه إذا تمت المطالبة بنقل مكان بأن تضيع الفرصة التاريخية لإقامة هذا المشروع، وأن تحرم المدينة من الهبة الكويتية المقدمة لإنشائه بقيمة 15 مليون دولار. تطورات الملف الأوكراني في هذا التقرير. أكدت وزارة الدفاع الروسية الأحد أن قواتها واصلت شن هجمات على البنية التحتية للطاقة والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية خلال 24 ساعة الماضية. وأضافت روسيا أنها دمرت مستودعا كبيرا للذخيرة في منطقة بوسط أوكرانيا، وصدت هجمات مضادة أوكرانية على امتداد الخطوط الأمامية في جنوب وشرق أوكرانيا. إلى ذلك أسقطت طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد 136 في جنوب أوكرانيا بحسب ما أعلنت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية. وقد أكدت قوات الدفاع الجوي اعتراض طائرتين في شمال وشرق البلاد بالإضافة إلى 3 طائرات جنوب أوكرانيا. في هذا الوقت ذكرت وكالة الأنباء الروسية نقلا عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الوزير سيرجي شويغو أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره البريطاني بن والاس الأحد لمناقشة الوضع في أوكرانيا. وأخبر شويغو نظيره البريطاني بأن روسيا تشعر بالقلق من أن كييف قد تستعد لاستخدام قنبلة خضرة في أوكرانيا، وهو ادعاء كرره في اتصالين مع وزراء الدفاع الفرنسي والتركي في وقت سابق من اليوم، ولم تنشر روسيا أي دليل يدعم هذا الادعاء. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة، تصبحون على خير.